بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستطابة. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وقال المصنف: العنزة الحربة الصغيرة. هذه مسألة من مسائل الاستطابة، والمراد بالاستطابة هنا كما مر معنا هو الكلام عن آداب الخلاء، يعني آداب التخلي، يعني آداب قضاء الحاجة. فقلنا أنهم العلماء يطلقون على هذا الاستطابة وآداب التخلي وآداب دخول الخلاء وآداب قضاء الحاجة وغيرها من الأسماء التي اختارها العلماء من محدثين وفقهاء رحم الله الجميع. ذكرنا أيضا كذلك أن من الآداب طبعا أن الدعاء يدعو الإنسان قبل أن يدخل: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويقول بسم الله أيضا: أعوذ بالله، بسم الله، أعوذ بالله، يقدم البسملة ثم الاستعاذة: بسم الله، أعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث أو الخبث ومر معنا ضبطها. وأعوذ بك من الرجس، النجس الشيطان الرجيم، وأنه لا يستقبل قبلة ولا يستدبرها، وإنما إما يجعله عن يمينه أو عن يساره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في المدينة وعلى سمتها: ولكن شرقوا، لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. أما إذا كان على الجهة الثانية فيقال شملوا أو خذوا شمالا أو جنوبا أو نحو ذلك. وكذلك أيضا من الآداب أيضا التي مرت معنا كما قلنا أنه يقول بسم الله، أعوذ بالله. ولاحظ هنا أن الاستعاذة جاءت بعد التسمية، بينما حينما نقرأ القرآن نبدأ بالاستعاذة: أعوذ بالله، ثم نقول بسم الله. بينما في دخول الخلاء نقول بسم الله، أعوذ بالله، لأن في القرآن الاستعاذة، لأن البسملة من القرآن، البسملة من القرآن آية، بينما هنا بسم الله، أعوذ بالله، لأن الاستعاذة من جملة دعاء الخلاء.
الاستعاذة هنا من جملة دعاء دخول الخلاء، فتقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو من الخبث والخبائث. قال هنا من الأداب كذلك، لو كان رسول الله مر معنا لا يستنجي بيمينه، ومر معنا بعض الأحكام، ويأتي هنا أيضا كذلك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة. طبعا الذي يبدو والله أعلم أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واسع، قد يكون في برية أو في الصحراء أو في سفر، وليس داخل بيوت، لكن قوله يدخل الخلاء يعني يتخلى، يقضي الحاجة. قد لا يكون هناك كنيف أو محل قضاء حاجة مخصص، هذا غالبا لا يكون إلا في البنيان وفي البيوت. وهذا غالبا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخدمه في هذا نساؤه أما في البيت، أما في الخارج فقد يخدمه أنس رضي الله عنه وغيره. فالذي يبدو هنا أنه في الخلاء، أنه في الصحراء. لماذا؟ لأنه قال أيضا من ماء وعنزة، فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة. سوف يأتي بيان هذا كل بيان هذا كله إن شاء الله. المقصود أن الذي يبدو أن هذا أن 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 أنس رضي الله عنه يحكي حال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وهو في الخلاء، يعني في الصحراء، يعني في مكان بارح وليس في داخل البنيان أو داخل الكنيف أو داخل الحش، وإنما في صحراء. والخلاء كما قلنا هو من التخلي، وإن كان يسمى بيت الخلاء يسمى بيت الخلاء أيضا لأنه مأخوذ من التخلي أي من الخلوة، يعني الإنسان إذا قضى حاجته ينفرد بنفسه، ينفرد بنفسه يعني يخلو بنفسه، ومنه يسمي بيت الخلاء. أو أن الخلاء بالمد كما قلنا اللي هو الصحراء، لأن كان عادتهم لم يكن عندهم حمامات ولا كنيف، وكانوا إذا أرادوا أن 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 أن, أن يتخلوا يذهبون بعيدا في الخارج ويقضون حاجتهم، ولا سمي الغائط وسمي الخلاء وسمي الغائط. قلنا لكم دروس الماضية أنه من الغوط، وهو المحل الطامن المنخفض، المحل المنخفض. الإنسان عادة إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يستتر، وقد يقصد إلى أماكن منخفضة حتى لا يراه الناس، ولا شك أن هذا من الأدب، الأدب ينبغي الإنسان أن يستتر. ومر معنا وسوف يأتي زيادة الإنسان يستتر إذا أراد التخلي ولا يتخلى أمام الناس، وهذا من الأدب. فأحمل أنا وغلام النحوي، غلام طبعا يعني حتى أنس كان صغيرا في وقتها، لأنه أول ما اتصل أنس بالنبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، وهنا يقول غلام النحوي بمعنى أنا وغلامي كانوا كلهم كانوا غلمانا أو في سن الغلام. والغلام هو الصبي، الغلام هو الصبي يعني غالبا من 7 سنوات فما فوق يسمى غلام إلى أن يبلغ. والغلام مأخوذ من الغلمة وهي الحركة والاضطراب، يعني عادة الصبي حركته كثيرة، حركته كثيرة، فالغلام مأخوذ من الغلمة وهي الحركة والاضطراب. وغلام النحوي عاد نحوي هنا قد تكون نحوه في السن أو نحوه في الخدمة، أو وقد يكون يعني ليس بالضرورة أن يكون نحوه في كل شيء. واختلف العلماء من هو الذي معه، قيل أنه جابر عبد الله، وقيل غيره، وقيل أيضا ابن مسعود، لكن مسعود أكبر من أنس بكثير. فكيف يقول نحوي؟ قال نحوه يعني في الخدمة وليس في السن.
فأحمل أنا وغلام النحوي يعني مثلي إداوة، الإداوة بكسر الهمز طبعا، بكسر الهمزة إداوة، وجمعها أداوي، جمعها أداوي. طبعا هي الإداوة هذه إناء من جلد، إناء من جلد يعني كالسقاء الصغير، كالسقاء الصغير أو ركوة يوضع فيها الماء ويتوضأ فيها، إداوة من ماء. وعنزة، العنزة هي قال الشيخ هنا العنزة الحربة الصغيرة يعني عصا، عصا صغير، وقيل أيضا أنها عصا طويلة وتكون منتهية بأحيان قد تكون مربوطة بشغيتين أو بشعبتين أو ثلاث شعب من الحديد، يعني يستخدمها الإنسان في أغراضه، قد يكون للاتكاء وقد يكون لتناول شيء وقد يكون لي، وأحيانا هي قد يكون أيضا قد يضع عليه شيء، لكن احنا قلنا أنه الذي يبدو أنه يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحراء يعني في السفر في البرية في الخلاء في الأرض البراح، فتكون العنزة هذه ليضع الصلاة يعني تكون سترة، وكما جاء في الحديث. وقيل إنه أيضا يستعمل فيها ليضع عليها السترة ليستثر بها أثناء قضاء الحاجة، وقد يكون ذلك، هذا بعيد، الأقرب أنه أنها للصلاة كما جاء في الحديث، كان يصلي لا فتغرز العنزة أمامه ثم يصلي سترة يعني. فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، هذا هو الشاهد، الشاهد هو الاستنجاء بالماء، ومر معنا الاستنجاء والاستجمار، الاستجمار بالحجارة لأن الجمار هي الحجارة، الجمار الحجارة، استجمر يعني استعمل الجمرات يعني استعمل الحجر، والاستنجاء من النجو، النجو أيضا مكان بعيد، الإنسان عادة حينما يستنجي يذهب إلى مكان بعيد، استنجى يعني طلب النجوى، وهو إزالة أثر الخارجي بالماء، والاستجمار إزالة أثر الخارجي بالحجارة، ومعلوم أن الماء أنقى من الحجارة، والعلماء يستحبون الجمع بين الحجارة هو بين الاستجمار والاستنجاء، الجمع بينهم أفضل، الجمع بين الاستجمار والاستنجاء أفضل، لكن طبعا يبدأ بالحجارة بالاستجمار حتى يخفف النجاء يخفف الأثر الخارج ثم يزيله بالماء، ثم يزيله بالماء، لكن لو اقتصر على الماء لا شك طبعا الماء وحده أفضل من الحجارة وحدها، الماء وحده أفضل من الحجارة وحدها، والجمع بينهما أفضل. فيستنجي بالماء، وسوف يأتي معنا المس الذكر باليمين وباليسار على التفصيل سيأتي إن شاء الله، لكن هنا أورده الشيخ في مسائل استطابة بمعنى أن وهو للاستدلال به على الاستنجاء بالماء، والإنسان يزيل أثر البول وأثر الغائط يزيله بالماء. نعم. الحديث الخامس عن أبي قتادة الحارث بن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في العناء. هذا حديث أبي قتادة الحارث رضي الله عنه، وهو أيضا فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني معروف رضي الله عنه أنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس أو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمين. عندنا ثلاثة أحكام هنا، مس ذكر باليمين والتمسح الخلاء باليمين والتنفس في الإناء. الحكم الأول لا يمس أحدكم ذكره بيمينه،
وهنا نهي مطلق، لا يجوز الإنسان يمس ذكره بيمينه سواء لبول أو لغيره، لأنه قال لا يمس أحدكم ذكره بيمينه سواء في حال استنجاء أو في غيرها، إنه يمسك بيساره إذا احتاج. قال العلماء أصل في النهي هنا أنه للتحريم، أن يمس ذكره بيمينه. وقال ومثل الأنثى أيضا لا تمس فرجها بيمينها، لا يمس يكون يعني هو نهي لكن لا أو نفي، لا هو لو كان مجزوم كان قلنا لا يمسس، لكن لا يمس وقد يكون لالتقاء السكن تخلص منها بالضم، لكن لو هذا نقول لا يمسس أو لا يمسكن هذه نهي، لا يمسكن على ما قرأ الشيخ زكريا لا يمسكن نهي، لأن لو كان نفي نقول لا يمسكوا، لكن مهما كان أن النفي يراد به لا شك النهي، لكن النفي غالبا أبلغ في جميع الأحوال، والنهي فالنفي يجتمع على النهي وزيادة. لا يمس أحدكم ذكره بيمينه، مقصود أنه لا يجوز إنسان أن يمس ذكره طبعا إلا إذا كان الضرورة أو كانت ليس له إلا يد واحدة، أو كان يعني الشمال فيها مثلا مرض أو فيها معائق، فالأمر لا شك هنا فيه سعة إن شاء الله. لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، طبعا هنا قيدها أثناء البول، لكن في بعض في 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 بعض الحديث لا يمس يده بيمينه مطلقة، وهنا قال وهو يبول يعني حال البول، بمعنى أنه يمسه باليسار إذا احتاج. وكذلك الاستنجاء يعني إذا كان يحتاج، لا شك طبعا عادة يعني هو الغالب الذي يباشر إزالة الأذى هو الشمال، سواء كان بولا أو غائطا الذي يباشر الإزالة هو الشمال، فإذا احتاج أن يمس باليمين من أجل أن يزيل أن اليسار تباشر الإزالة أرجو لا حرج في هذا، إنما قال وهو يبول بمعنى أنه إذا كان يستنجي لا ما الأمر فيه سعة، وإنما يمسكه وهو إذا احتاج بالشمال. وقال هنا ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، الخلاء المقصود محل الخلاء، الخلاء بمعنى هنا أطلق المحل وأراد الحال، وأراد الحال بمعنى لا يتمسح من 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 الخارج مما يخرج من بوله أو من ذكره أو من دبره، فلا يتمسح باليمين وإنما التي تباشر إزالة الأذى هي اليسار سواء كان بولا أو غائطا، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، هذا حكم آخر ليس له علاقة بأحكام التخلي، وإنما الشيخ أورده لما فيه من آداب التخلي، من لا يمسكره وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. أما التنفس في الإناء فليس طبعا أنه مستقدر، ومعلوم أن ديننا يعني أتى بآداب عجيبة، ديننا هو دين ودنيا، وحينما تعلمون أن هذه الأحكام والآداب والخلق الرفيع جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، كيف كان العالم قبل 1400 سنة، بل قبل يمكن 200 سنة،
لا يحسن حتى ولا يتبول ولا يتنظفوا من البول ولا من الغائط. أما المسلمون فهم على نظافة منذ جاء دينهم، أدب وأخلاق ونظافة والتزام بكل صغير وكبير مع الإنسان مع نفسه مع الحيوان مع شيء عجيب، التنظف والاغتسال والاستحمام وآداب التخلي وآداب اللباس والنظافة اللباس والنظافة في حتى في طريقة الترتيب لبس النعل في أشياء دقيقة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن كل شيء وأدبنا بكل شيء. ومن هنا قال ولا يتنفس في الإناء، وإنما السنة أن نشرب ثلاثا كما سوف يأتي معنا. قال العلماء أن الشرب ثلاثا فيه هناء وأدب وأبعد عن الشره وأخف عن المعدة من شربه دفعة واحدة، وأيضا أبعد عن القدر، لأن التنفس في الإناء مستقدر وقد يخرج رذاذ أيضا من الإنسان وقد يكون أيضا فيه أمراض، فلا شك أنه مستقدر جدا. وديننا أتى بهذا الأدب منذ 1400 سنة، إنسان لا ينبغي يتنفس في الإناء وإنما يشرب ثم يبعده عن فمه ثم يشرب هكذا، بمعنى أنه يعني وهذا كما قلنا في أدب إبعاد الإناء عن الفم في أدب، وأيضا صحة، وأيضا من الآداب أن لا يكون إنسان في شره، وما الصحة ألا يأتي الماء يدخل المعدة دفعة واحدة، فإذا قد يكون هذا فيه من الثقل المعدة، وقد يكون أيضا وقد وأيضا أحيانا قد لا يروى الإنسان، بينما إذا شرب على مهل فإنه يروى. لا يمس أحدكم ذكره بيمينه ولا وهو يبول، ولا يتمسح من خلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. نعم. الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا أيضا من آداب التخلي كذلك، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة، قيل له بما نلت ما نلت من العلم؟ قال بقلب سؤول وعقل عقول. بلسان سؤول وقلب عقول، فكان آية في العلم وهو حبر وترجمان القرآن كما قال ابن مسعود. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أولا هذا يدل على عذاب القبر ونعيمه، وهذا هو مذهب السنة، وبعضهم قال إن من أنكره أنه يكفر، من أنكر عذاب القبر ونعيمه أنه يكفر، ودل على ذلك كتاب السنة، ومن السنة ومن الكتاب قول الله عز وجل ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا العذاب الأدنى هو عذاب القبر، وقال في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإذا هم الآن يعذبون وهذا هو عذاب القبر، يعني في حال البرزخ، يعني في حال ما بين الموت والبعث
ما بين الموت والبعث يسمى البرزخ، وهذا هو اللي فيه نعيم القبر وعذابه. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، لا شك طبعا هذا علم غيب، هذا علم غيب، يعني الله أطلعه على أنهما يعذبان. وقالوا إن القبران إن القبرين لمسلمين، لأن لو كان كفار كفار ما كما وضع جريد عليهم ولا قال يخفف عنهم ولا رجاء التخفيف عنهما، لكن دل على أنهما من المسلمين من قبور المسلمين، إنهما لا يعذبان يعني عذاب القبر، وما يعذبان في كبير يعني كبير عليهما وليس شاقا عليهما أن يجتنباه، كان بإمكانهما أن يجتنباه لو كان يعني اجتهد فيه. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، هذا هو الشاهد، وفي رواية لا يستنزه من البول، بمعنى أنه كان يتهاون في البول، إما أنه لا يستنجي ولا يستجبر أبدا، وإما أنه يتساهل بحيث أنه يبقى آثار، أو أنه يصيب بدنه أو يصيب ملابسه أو نحو ذلك، بحيث لا يعني يتحفظ ولا يتوقع آثار البول. لا يستتر يعني بمعنى ليس ستارة ستارة، وإن كان هذا مطلوب لا شك طبعا، لكن الكلام عن البول. وإنما ولهذا بعض الروايات لا يستنزه من البول، والاستنزاه طبعا تنظف مأخوذ من النزاهة، والنزاهة أصلها البروز والخروج برا. أما أحدهم فكان لا يستنزه من البول، وهذا يدل على أهمية أن الإنسان يعني يلاحظ هذا ولا يتهاون في التطهر. طبعا لا يصل إلى حد الوسواس، لكن يصل إلى أن يتنظف أو يتنظف في المخارج سواء من القبر أو الدبر، ويتنظف بحيث لا يصيب شيء من بدنه ولا من ثيابه وملابسه، هذا هو التنزه البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، صلى الله عليه وسلم. النميمة طبعا من كبائر الذنوب، النميمة من كبائر الذنوب، وهي نقل الكلام على جهة الإفساد، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، هذه نميمة من النم وهو الحركة، نم ونم معنى نقل وتحرك. طبعا عندنا غيبة وعندنا نميمة، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، معناه في المجالس تقول فلان فيه 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 فيه. قال الصحابي أفرأيت يا رسول الله إن كان فيما أقول؟ قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته بهتان. فكلا حتى ولو كان حق لا يجوز إلا لمصلحة طبعا، كما لو كان نقلت لمسؤول من أجل يعني اتخاذ الموقف الصحيح، قد يكون إنكار منكر أو نحو ذلك، هذا لا إشكال، ليس مغيبة لمصلحة. وكذلك النميمة إذا كان لمصلحة ما لا تسمى نميمة، كما نقلت للمسؤول أو نقلت من أجل أن يعني تتخذ احتياطات المطلوبة، ولا ما يجوز أن نقل الكلام على جهة الإفساد، هذا من كبار الذنوب صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف أن الناس تتهاون في هذا كثيرا جدا، بل أن حين تجد لذة في أن تجعل فاكهة مجلسها أن يتحدثوا في أعراض الناس، وهذا بابه خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يعذب، فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، الجريدة طبعا من النخل، النخل جريدة فيها أوراق، إذا أزيت الأوراق تسمى جريدة السعف، إذا سلت السعف يصير
الجريدة هي الغصن هذا الذي إذا أزلنا منه السعف يسمى جريدة، وإن كان المجموع يسمى جريدة، لكن المراد هنا هو العود. فشقها نصفين ووضع على كل قبر غرس عودا، فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. فقال رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه. طبعا هذا أمر غيبي، أمر غيبي، لهذا العلماء يقول لا يوضع على القبور شيء لا 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 أخضر ولا غيره. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أنه يعذبه، وضع ما وضعه، قال لعله يخفف عنه ما لم ييبسه. ولهذا هذه من أمور الغيب، وأمور الغيب لا يقاس عليها، أمور الغيب لا يقاس عليها. وهذه من، ولهذا أنت لا تعرف هذا القبر يعذب أو لا يعذب، بل ولماذا تتفاءل على أخيك أنه يعذب؟ الحاصل أن هذا لا يقاس عليه. وإن كان وجد في بعض يعني الناس من يضع أوراق خضراء على القبور، وهذا غير سديد ومن البدع. والرسول صلى الله عليه وسلم ما وضع على غيرها، على غير هذه القبرين، والصحابة ما فعلوا أبدا، يعني ما لم يضعوا. نقل عن صحابي أنه وضع وأنه أوصى أن يوضع على قبره، لكن هذا كله يعني مثل هذا لا يتأسى به. الصحابة ما فعلوا، لا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد. لماذا؟ لأن هذا أمر غيبي. ولهذا يعني من الأمور الغيبية التي يعني توضح لنا هذا، مثلا في الذي لعن دابته، لعن دابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها فإنها ملعونة أو أصابتها اللعنة. هذا أمر غيبي، لو إنسان لعن دابته لا نقول اتركها، لأن الرسول أخبر أن أصابتها اللعنة. وإلا ليس عندنا في الإسلام سوائب، ولا يمكن تسيب الممتلكات أبدا، لا سائبة في الإسلام. وهذا أيضا من كمال الدين، أن الأمر لا تضيع الأموال، وإنما يحافظ عليها وتنقل بالتوارث أو تؤكل إذا كانت تؤكل من اللي يؤكل وإلى آخره، فلا يضيع شيء. أما هذه خاصة حينما قال دعا فإنها ملعونة. ولهذا في عند المالكية مسألة جميلة، وقد يعني قد لم يشاركوا فيها المذهب الأخرى، وهي أن ما كان تعليله غيبيا فإنه لا يقاس عليه. ما كان العلة غيبية لا يقاس عليه، وهذا ظاهر في الدابة مثلا، وظاهر في القبر هنا، لا يقاس عليه، غيبي، يعذبان، لا نعرف من يعذبان. الرسول أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أن هذين القبرين يعذبان، فوضع ببركاته عليه الصلاة والسلام وبدعائه عليهما يخفف عنهما ما لم ييبس، يعني قد يكون ييبس ساعة ولا يوم. لكن أيضا جعل المالكية رحمه الله من ذلك في الذي وقصته رحلته، لما قال لا تمسوا طيبا ولا تخمروا رأسه،
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قالوا إن هذا خاص بذلك الرجل، فليس كل من مات محرما لا يمس الطيب ولا يعني يغطى وجهه، أي يكشف وجهه لا يخمر رأسه. قال لأن قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيها تخص به، ليس كل من مات محرما نجزم بأنه يبعث ملبيا، إنما ذلك أخبر النبي خبرا خاصا عنه أنه يبعث ملبيا. ولهذا هم لا يرون أن من مات وهو محرم أنه لا يغطى رأسه أو لا يخمر رأسه أو وجهه أو لا يمس طيبة أيضا. المقصود أن الأمور الغيبية لا يقاس عليها، وبخاصة هنا الرسول وضع الجريدتين على القبرين لأمر غيبي خاص به صلى الله عليه وسلم، ولم يضعه على قبر أخرى، ولم يضعه على قبر أخرى، والصحابة لم يضعه أيضا بعده على قبر أبدا. ولهذا من الخطأ أن توضع الأشياء الخضراء على القبور أو النباتات أو الأوراق أو الأشياء، لأن يوجد في بعض مع الأسف بعض الدول أو بعض الأماكن أنه يضعون على القبور الأشياء الخضراء، وهذا لا لا أصل يعني لا لا يعني لا لا يقاس على ما هنا أبدا. يعني الرسول أخبرنا يعذبها، فإن شاء الله أعمل الفعل في القبور أخرى أنها لا تعذب. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.